جون 2018 بيبر 3 فاريانت 1. والسؤال الثاني بي يعني السؤال هنا اقرب ما يكون للفورسز ولو انه بسيط جدا. بيقول لي فيجر 2 شوز ا بلوك اوف بوليثين فلوتس ان ووتر اكسبلين واي بوليثين فلوتس. يا جماعه اي حاجه بتعوم على وش المايه فهي ليس دنس ذان المايه, اي حاجه هتغرق في المايه فهي مور دنس ذان المايه. فلما تقول لي ان البوليثين بي فلوتس يبقى من غير ما اتكلم يا جماعه البوليثين ليس دنس ذان الووتر. طيب the weight of the polythene is كذا, ده weight يا جماعة مدام بالنيوتن يبقى weight, وارجو انك تفرق ما بين ال weight وال mass لان الراجل طالب هنا mass. فطبعا انا عندي W equals mg, ال weight equals ال mass times ال g اللي هي حتى الان بعشرة, هي الاصل بتاعها 9.8 بس مش مشكلة احنا جماعة في pre وفي ال ويعني بنعتبرها بعشرة. فهنقول له m equals w over g, ال w بتاعتي يا جماعة ب 0.84, الجي بتاعتي بعشرة, إذن يا جماعة الماس هتكون 0.084. ده إجابة هذا السؤال وده المارك سكيم بتاعه. سؤال بسيط ما مش شايف فيه أي تعقيدات خالص.